جاني واحد من الشباب والدمعه على خدي والشاورما في يدي. الله، الدمع على خدي والشاورما بيدي. اقول لك فهمتني، هذا هذا وكذا دمع على خدي والشاورما بيدي. هي هذا شكله نيك نيم حق بلوتوث ولا حاطه صح؟ لا هذا على جيلكم الحين. عطنا البيت، عطنا البيت. البيت هو كان يقول يا صاحبي، لانه هو يوم جاني حلو شافني قاعد ادمه ومن الكلام ذا، قال هذا اكيد انه جاي له موقف قوي 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 حلو جدا. انت ليش تبكي؟ عشان شاورما حلو. الحين اذا جازك طعم الشاورما تبكي؟ ايه من اللذه، من اللذه. يعني بح مثلا شيء حار ولا؟ لا لذه، لذه. انت لذه الشاورما. اكسترا جبن؟ لا اكسترا دراما. انت اكسترا دراما، وش تبكي على جبن يا مصطفى؟ هو صادق يعني في جزئيه ابدا، وانا صرت اكسترا دراما واكسترا دموع، الدموع زادت. يعني الحين لو جيت مثلا باخذ منك شيء ساعد المشي، جيبك شاورما. شوف انت فرحني بالشاورما حلو، لاني خليني اكمل لك القصه. حلو. يوم جاني سالني وش الموقف هذا اللي اثر فيك؟ حلو. قلت له انت ما تدري. حلو. قلت له انت ما تدري. قال قلت ما دريته عن وشو؟ عن وشو؟ عن الشاورما. طيب. انا هي اللي دمعتني. الله، فهمتني؟ وكتبت لك قصيده. جاني واحد، ايه، قلت يا صاحبي كانك تشوف الدمع عيبه من العيوب. عيوب؟ انا عيوبي كل ابوها وسط عيني يبينه. بينه. لو ذقت من حر الدموع اللي على خدي تذوب، يمكن تقول دمعة الرجال ما هي هينه. هينه. وين الشاورما بالموضوع؟ شوف في ذقت. ذقت هذه تعود للشاورما. تعود للشاورما. محمد يا اخي شاعر. شاعر. يقول لك انا اول مره اسمع انه دايما يقول لك الشاعر يلغم القصيده، صح؟ انا لغمتها بالشاورما. شاورما. لغمت بالشاورما. انا ادمعت عيني محمد. ليش؟ ادمعت عيني من السالفه. سالفه مؤثره. زمان الخير قد حان وقد صرنا به